دشن وكيل محافظة عدن لإغضاء التنمية المهندس عدنان الكاف ومعه مدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري وضع أحجار الأساس لجملة من المشاريع التنموية والبنية التحتية بالمديرية بتمويل من السلطة المحلية وبرعاية من محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل وضاح الشليلي. جملة من المشاريع التنموية شهدتها مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن تتويجا للجهود التي بذلت منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى الإعلان عن تدشين عدد من المشاريع التنموية التي سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم. استهداف عدد من المرافق الخدمية والعمل على تطوير عمل القطاعات الإدارية المحلية والتعليمية يأتي ضمن سياق اهتمام المجلس المحلي بمديرية خور مكسر برعاية محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس الذي يولي اهتماما كبيرا في تطوير عمل المكاتب الإدارية والخدمية. صباحا وضع وكيل محافظة عدن لقطاع التنمية المهندس عدنان الكاف ومعه مدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري وضعوا حجر الأساس لعدد 5 مشاريع استراتيجية سيتم بدء العمل فيها تستهدف تطوير العمل الإداري للمكاتب التنفيذية. نفتتح اليوم في خور مكسر عدة مشاريع هامة من أجل تحسين الخدمات اللي موجودة في مديرية خور مكسر مع الأخ المأمور، ومن ضمنها أيضا تأهيل مبنى الشرطة في خور مكسر، بناء 8 صفوف جديدة، إيجاد مواقف للسيارات خاصة في جولة بدر، وهذا دليل أن السلطة المحلية تعمل في هذه العاصمة البطلة على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهل للمواطنين وأيضا ترفع قدرات المراكز الخدمية. نتمنى من جميع المديريات العمل بهذه الوتيرة من أجل المصلحة العامة لعدن وأهلها إن شاء الله. أما المشروع الثاني الذي تم وضع حجر الأساس فيه هو مبنى شرطة خور مكسر، حيث وضع حجر الأساس لتأهيل وصيانة مبنى الشرطة وتوفير الإمكانيات المطلوبة لعمل القسم بحضور قائد شرطة خور مكسر جلال الصبيحي. وخلال زيارته لمشروع توسعة الطريق في جولة بدر بالمديرية بالإضافة إلى مواقف السيارات، وضع المهندس عدنان الكاف حجر الأساس للمشروع الحيوي الذي تنفذه شركة أولاد صلاح للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت 34 مليون ريال وبتمويل محلي. لتطوير البنية التحتية معنا افتتاح بناء 8 فصول وعدد تأهيل مبنى المجلس المحلي وتوسعة طريق بدر وتأهيل مبنى الشرطة وبناء مظلة في مدرسة هاشم عبد الله، وإن شاء الله بنفتتح في القريب العاجل إعادة تأهيل مجمع الصحي في حي الرشيد. هذه المشاريع تأتي من أجل التنمية في عدن وتحت مظلة الأستاذ أحمد حامد الملس الذي يولي رعاية تامة للبنية التحتية، وإن شاء الله القادم أجمل وعدن تستاهل الخير. اهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية خور مكسر لا تقتصر على المرافق الخدمية والإدارية، بل شملت أيضا مشاريع البنى التحتية للمرافق التعليمية، حيث شملت هذه المشاريع وضع حجر الأساس لمشروع بناء 6 فصول إضافية لمدرسة عبد الله خليفة للتعليم الأساسي، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وصيانة مظلة مدرسة هاشم عبد الله ضمن خطة المشاريع المحلية التي اعتمدتها قيادة السلطة المحلية بمديرية خور مكسر بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية. رافقهم في النزول الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية خور مكسر منير حسن جابر وجلال الصبيحي قائد شرطة خور مكسر. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي، العاصمة عدن.